ما بيهمد لي جفن غير وانا مستحلفاه. بس اول ما يطل عليا ويمد لي شفته وضحكته من هنا لهنا اطبقع زي الجرد. بيعرف يلمني ابن الايه؟ الله، ملك يا نصر، ملك يا وليه، في ايه؟ الله، عمال انتع في الكلام من ساعه ما جيتي. لو كلامي مش عاجبك جيتي ليه؟ جدتي مش طايقه عاده البيت، معلش يا اختي. الله، ملك يا نصر، انا اول مره اشوفك بالشكل ده من ساعه ما المحروس ما جه. هو زعلك في حاجه يا اختي؟ هو مين ده؟ سيد. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انتي بكرمشه وشك علينا ليه؟ وانا صدر مني ايوتا حاجه لمؤاخذه. بقول لك ايه، ربنا يسترك، تروح لحالك وتسيبني في حالي لحسن. انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي، ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لما مؤاخذه على صدرك تطربي قلبك عيل يعني؟ اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي لنزله على دماغك اخلعك نصين. انت بترفعش شبشب على مين يا ماره؟ مين دي اللي يا ماره يا قلبي؟ انتي. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي لكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو غلط. مين ديالا اللي مارة؟ وريالا السعاد؟ ترى ايه يا بت انتي؟ اجري باللعبة دي بدل ما شقك. راح فين؟ راح فين؟ ما انا مكلمني انا هنا. يا نصرة عاملة ايه دلوقتي يا بت؟ الحمد لله. بس كنت جاي اطمن عليكي يعني. هو انتي بقيتي كويسة اهو، دي راحت خالص اهي. ودي يومين ان شاء الله هتبقى كويسة. كويسة؟ طب ما انت كويس. هو انا جبت لك حاجة بس كده ايه؟ ده عشاني انا؟ دي شنطة وموبايل بدل ضاعوا عشان ما تبقيش زعلانة. بجد؟ انا لو كنت اقدر اجيب لك احسن منهم 100 مرة كنت جبت لك يا بطة. دول لو شوية تراب منك انت بالدنيا كلها. أنا بحبك يا بطة. تحبيني؟ بحبك أوي كمان. مين يالا أنت هو اللي ماسك المحل ده؟ هو أنا. قوم يا باشا، بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا، باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا العم والراحه يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم باشا. مين؟ شرف امي، شرف بيك انا بيل الجن. والنعم ما تشوف لنا حلفان عليه القيمة. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخة دي بس؟ وفيها كبير علم وسخة يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجة غير الشاي ده ولا ايه؟ عيني غير الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بنت ميزه؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عياله صغيره بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت هبل، الورده انا كنت جايبهولك، ما دي الحاجه اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخده بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك، كلها كام يوم هنتجوز. ايه بنت في ايه؟ تاني؟ تاني يا سعيدة؟
يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني المعذور. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سيد الحقني يا اخويا. امبارح في حد جرب له حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقولي ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. انت مين اللي بتقول ده؟ خلاص خالص. تعالي مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نية غبر. ايه؟ قولي ابوك شبشب لك؟ يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيرة الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح صف نيتك ناحية ابوك. ابوك راجل جدع وعترة وألف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفة انت قرش ملحته ليه؟ ليه؟ عشان كتير قال لها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه، وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. امك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن ابو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. انت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صدق شكلك لقيت هيوسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يفني مزاجها اقول. لما ايه يا اخويا هفت؟ ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبع على مراوحك لما قلت لي دلوقتي هي مين. وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا الا حسها. حسها بيكتفني من كل جهه. تكتيفه عدلها اربعه يفكوها، بس تكتيفه ناعمه ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس ان مشيتها بتقفل جفني سنه بسنه. ده انت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش ان شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد، وصلت الحاجه؟ مفيش حاجه عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه. طب حد سأل في الإسامة؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب أنا هطلع على مستشفى أحمد ماهر ومستشفى المنيرة، اللي يوصل لحاجة يكلم التاني. لو عرفت حاجة كلمني على طول يا عم سلطان. دوخة. يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجودة فيه خالص، ولا في اسم السيدة ولا في نقطة المنيرة. بس بقول لك إيه؟ وأنتوا بتدوروا على عيل تاي اسمه عمر. عيل تاي مين وعمر إيه؟ اسمه عمر أحمد عبد الحليم. أمين الشرطة صاحبي في اسم السيدة، هو قال لي كده إن الست نصرة جت على العصرية كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنة. فقلت أسألك يمكن في علاقة بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين أنت كمان؟ لا يا أخويا. أصل إيه؟ أصل إيه؟ تعرفي حاجة عن نصرة مخبية عليا؟ يا لهوي أنا أعرف حاجة. ما تطلعي بنت في إيه؟ في إيه يا سيد مالك؟ أصل هي اتخانقت مع الواد حمادة وخطف في وشها كده. حمادة مين؟ حمادة الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ اصل فتحها موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ هي بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حرام عليك. انت كمان. ما خلاص يا ابوخه بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحه دي طلع. تعرف مكانه؟ اعرف يعني. اطلع بنت فوق. اطلعي فوق كويس. يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين؟ يلا بينا.